ضمن فعاليات موسم أعياد البحرين الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أقيم مهرجان في قلعة البحرين يحتفي بتاريخ وأمجاد البحرين. وشهد جمهور المواطنين والمقيمين والزوار والسياح استعراضات مبهرة جسدت التاريخ بمنظور عصري يحاكي الأمجاد بعراقة التاريخ ولغة الحاضر، حيث تضمنت عروضا لطابور المنامة والفرقة الموسيقية للشرطة والخيالة في قلعة البحرين التي يعود تاريخها إلى ما قبل 5000 عام. وانطلقت فعاليات المهرجان بالتزامن مع انطلاق احتفالية ليالي المحرق والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري في الأحياء التاريخية للمدينة ما بين مجلس السيادي في الشمال وحتى قلعة بوماهر. وتحتفي هذه الفعالية بالتصميم والفنون والأزياء والمأكولات والموسيقى في عدة مواقع في المحرق، تشمل مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث وعمارة فخره وسوق القصرية. موقع قلعة البحرين يبدأ هذا الموسم، موسم أعياد البحرين، بالتعاون والتنظيم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وهيئة البحرين للسياحة والمكتب التنفيذي لخطة بحريننا ووزارة الداخلية، بمشاركة فرقة الشرطة للموسيقى والخيالة، ومثل ما أنت شايفة في الموقع حضور جميل. هذا الحدث اليوم يساهم في تكريس الحب الوطن، الانتماء وانتمائنا للمملكة الحبيبة. إنه رائع، لن أسأل عن شيء أروع من ذلك. في الحقيقة نحن نعيش هنا منذ أكثر من 6 سنوات وسنغادر هذه الليلة إلى فنلندا، وأنا لن أجد أفضل من هذه النهاية السعيدة لإقامتي في البحرين. البحرين ستبقى لها مكانة خاصة في قلوبنا.